بيان إلى الرأي العام العالمي. في الآونة الأخيرة وعلى مرأى جميع العالم شاهدنا ما حصل مع الشابة الكردية جينا أميني مهسة البالغة من العمر 22 عام من مدينة ساقز، عندما قامت الشرطة الأخلاقية بإيران باعتقالها أثناء سفرها مع عائلتها إلى طهران بذريعة عدم ارتدائها الحجاب بالشكل الكامل ليظهروا للعالم أنه مجتمع إسلامي يطبق قوانين الشرع والأخلاق، إلا أن هذا النظام الدكتاتوري يستغل الدين في قمع المرأة وحجز حريتها بسياسة ممنهجة في إبادة الكرد وممارسة شتى أنواع القتل والتعذيب في كردستان المستعمرة من قبل الأنظمة الدكتاتورية الفاشية التي تسعى لطمس الهوية الكردية ومحو ثقافات الشعوب من خلال أفعالهم وجرائمهم الوحشية بحق النساء. وليست هذه المرأة الوحيدة التي قاموا بقتلها، وإنما توجد العديدات ممن يعانون من سلطة الأنظمة المستبدة التي تحاول كسر إرادة المرأة الحرة، حيث اتضح ذلك من الطريقة الوحشية واللا إنسانية في ممارسة التعذيب والضرب على الشابة الكردية والتي أدت إلى استشهادها بعد 3 أيام من اعتقالها. فهم يستهدفون كل النساء في العالم في شخصية الشهيدة جينا، ونحن بدورنا نساء الشهباء ندين ونستنكر هذه الجريمة الوحشية بحق المرأة، ونناشد جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية بألا تقف مكتوفة الأيدي عن الصمت حيال تلك الجرائم، ونطالب جميع النساء بالانتفاضة ضد كل سياسة الأنظمة المستبدة والتي تضع الدين حجة للحد من حرية المرأة. شاهيد نامري، شاهيد نامري، شاهيد نامري، شاهيد نامري، جنجيانا أزادي، جنجيانا أزادي، جنجيانا أزادي، جنجيانا أزادي، جنجيانا أزادي.